اهلا بحضراتكم مره تانيه. خلينا سريعا نروح لزميلنا العزيز محمد توفيق مراسل قناه الاهلي من استاد مختار التتش عشان نعرف من خلاله ايه الجديد بخصوص الفرقه وقبل مباراه الغد امام سيراميكا. يا توفيق مساء الخير. مساء الخير يا امير، تحياتي ليك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. اهلا بيك يا توفيق، طمنا على الفرقه، ايه الجديد عندك؟ يعني حالا دلوقتي في اللحظات اللي بكلمك فيها يا امير، الفريق بياخد اخر محاضره فيديو في هذا الموسم في قاعه المحاضرات داخل غرف ملابس فريق النادي الاهلي، ومن بعدها ان شاء الله هيخرج اللاعبين لاداء المران الرئيسي والاخير استعدادا لمواجهه سيراميكا كليوباترا ان شاء الله غدا الثلاثاء في تمام الساعه 4:30 على ملعب الاهلي والسلام، وختام الدوري الممتاز 2021 2022. يعني زي ما احنا اتكلمنا امبارح يا امير مع بعض، ده موسم للتعلم لاخذ الدروس، وان شاء الله بدايه من الموسم المقبل وبدايه فتره اعداد بعد راحه اعتقد مناسبه جدا للفريق الاول، يكون الفريق ان شاء الله قادر على العوده من جديد وبدايه منافسات افريقيا ومحليا بشكل اكثر من رائع. زي ما قلت لك دلوقتي المحاضره الاخيره بالفيديو للفريق، الفريق بيدرس يعني بقط الجهاز الفني بقياده مستر ريكاردو سواريش، بيشرح اللاعبين اهم نقاط القوه والضعف فريق سيراميكا كليوباترا، الطريقه اللي هيواجه بها الفريق، كمان يعني زي ما بنقول اللاعبين وادائهم وتحليله من خلال الجهاز المعاون، وشرح دوت بشكل مستفيض جدا في محاضره الفيديو، ومن بعدها ان شاء الله هيبدا التمرين اللي يكون من المنتظر انه هيكون قوي جدا بعد يعني اللعيبه لعبت المباراه كامله، المباراه الاخيره حصلت على راحه من التدريبات امس، استكفت بس بتدريبات الجيم والتدريبات الاستشفائيه، هيكون الفريق بكامل نجومه الموجودين حاليا سواء العائدين من الاصابه او اللي ما كانوش بيشاركوا بصفه اساسيه، وكمان مجموعه الناشئين المتواجدين منذ فتره مع الفريق الاول، ان شاء الله هيأدوا تمرينهم الاخير، ومن بعده ان شاء الله هيكون مستر ريكاردو سواريش يعلن قائمه من 22 لاعب للدخول في معسكر مغلق الليله ان شاء الله استعدادا لمباراه سيراميكا كليوباترا باذن الله غدا. هو وليد سليمان ممكن يكون موجود في القائمة توفيق ولا لا؟ هو وليد سليمان طبعا يعني طمنا على حالته، فهو يعاني من بعض الالام في الظهر، فاعتقد بنسبه كبيره مش هيكون موجود في قائمه المباراه، خاصه ان هو لم يشارك في التدريبات الجماعيه منذ فتره اصابته في الظهر، ولكن ان شاء الله يكون موجود مع بقيه زملائه، وخاصه ان عدد كبير جدا من جمهور النادي الاهلي وشفنا دوت على معظم وسائل التواصل الاجتماعي بيتكلموا ان هيكون في تكريم يليق بوليد سليمان ان شاء الله في مباراه غدا، خاصه ان هي زي ما بنقول يعني على الورق كده هي اخر مباراه لوليد سليمان مع فريق النادي الاهلي بعد قراره مؤخرا طبعا باعلان اعتزاله اللعب اثناء بطوله كاس العالم للانديه في شهر يناير الماضي، فان شاء الله يعني يكون بكره خير ختام لوليد سليمان وجمهور النادي الاهلي يستقبله بالشكل اللي يليق بيه و11 سنه قضاهم ما بين جنبات النادي الاهلي كان كلهم بطولات وانتصارات، وان شاء الله يوفق فيما هو قادم، وكلنا بنتمنى له التوفيق يا امير باذن الله، طبعا جزاء عطائه لفترات طويله جدا لفريق النادي الاهلي. طيب توفيق، يعني مباراه بكره ما فيهاش اي نوع من انواع الدوافع او نوع من انواع الاهداف المطلوبه من المباراه دي، ازاي في نفس الوقت الفرقه بتخلق لنفسها دوافع من خلالها يقدروا ان هم يقدموا مباراه كويسه، لسه في برضه فرص عند بعض الشباب لو حابين ان هم يثبتوا نفسهم انهم يكونوا موجودين مع النادي الاهلي في الموسم الجديد، يعني انت قريب من الفرقه قريب من الجهاز الفني واللاعبين، التفكير ماشي ازاي بالتحديد قبل المباراه هي الاخيره في الموسم زي مباراه سيراميكا؟ يعني زي ما اتكلمت يا امير، يمكن المباراه على الورق ما فيهاش دوافع، اخر مباراه في الموسم ما فيش يعني ما بتنافسش على مركز او خلاص بطوله الدوري مش موجوده، ويمكن ده كان قرار مجلس اداره من بدري جدا ان خلاص يعني نظرا طبعا يعني الظلم التحكيمي اللي تعرضه النادي الاهلي خلاص ان يكمل البطوله بلاعبي الشباب وكمان لاعبين عاديين من الاصابه، ولكن نظري يعني عمليا في الملعب امير اعتقد المباراه هتبقى مليانه دوافع، خاصه زي ما اتكلمنا لمجموعه الشباب الموجودين يمكن دي هتبقى اخر فرصه ليهم ان هم يعبروا عن نفسهم، سواء لاعبي النادي الاهلي الشباب اللي موجودين من فتره مع الفريق او كمان اللاعبين العاديين من الاصابه منذ فتره وهيشاركوا، اعتقد كمان بكره بنسبه كبيره ان شاء الله نشوف اكرم توفيق ولو لوقت قليل بحيث نطمن عليه قبل بدايه الموسم، اعتقد ان اللاعبين بكره قدامهم فرصه اخيره يعبروا بها عن نفسهم اكثر من لاعب، اعتقد انه عاوز يعني يوري نفسه للجهاز الفني ولجنه التخطيط بالنادي امير عشان ان شاء الله يكون نصيبه مكمل مع الفريق في الفتره الجايه، فاعتقد كمان يعني فريق سيراميكا كليوباترا كمان بجهازها الفني جهاز قدير، اعتقد ان احنا هنشوف مباراه كويسه جدا بكره هتبقى هجوميه من الطرفين، اعتقد انها كمان هتكون فرصه ان لاعبي فريق النادي الاهلي يعبروا عن نفسهم، وان شاء الله بكره نشوف اكثر من لاعب يكون متالق وان شاء الله حالته تساعد الجهاز الفني انه يقيم بشكل كبير جدا، واعتقد اي لاعب يعني امير حلم عمره انه يبتدي تيشيرت فريق النادي الاهلي خاصه الفريق الاول، فاعتقد فرصتهم بكره متاحه، مباراه اخر مباراه في الموسم ما فيش ضغوط عليهم نفسيه، ولكن الضغط الوحيد انك تظهر بشكل كويس تقنع جمهور النادي الاهلي وتقنع كل الجماهير انك تكون موجود ومكمل مع فريق النادي الاهلي في اللي جاي باذن الله، ويكون ان شاء الله موسم قادم امير مليء بالبطولات ودائما يبقى النادي الاهلي في المقدمه باذن الله رب العالمين ان شاء الله. طب يا توفيق سؤال اخير معلش هساله لك، ما اعرفش هو سؤال سهل ولا صعب، لكن انا عارف ان انت واحد من الناس المجتهده جدا اللي موجودين في النادي وبيتابعوا كل شيء، على الصعيد الاداري هل
بتشوف اجتماعات مستمرة للمسؤولين عن الكرة داخل النادي الأهلي، وكمان متابعة من أعضاء النادي وتأهب لمعرفة القرارات اللي هتخرج بعد نهاية مباراة سيراميكا يعني بساعات قليلة. هل الأمور ماشية في الاتجاه ده داخل النادي الأهلي ولا لا؟ أنا بس بسألك السؤال ده عشان أطمن الجماهير يعني. اللي اقدر اقوله لك وبكل امانه يا امير ان اي حد متواجد هنا داخل جنبات النادي الاهلي فهو واثق ثقه تامه في مجلس اداره النادي الاهلي بقياده كابتن محمود الخطيب، اللي ان شاء الله القرارات التي سيتم اتخاذها كما اعلن مجلس الاداره عقب نهايه الموسم هتكون في صالح فريق النادي الاهلي. كلنا كجماهير، انا بتكلم دلوقتي كجمهور كمان، جماهير النادي الاهلي، اعضاء النادي الاهلي، كلنا خلف مجلس ادارتنا، دي طول عمرها تقاليد ومبادئ النادي الاهلي، كلنا خلف مجلس ادارتنا بقياده كابتن محمود الخطيب، وان شاء الله كل القرارات اللي هتتاخد او سيتم اتخاذها خلال الايام الجايه كلنا على ثقه تامه انها تكون في صالح فريق النادي الاهلي. وزي ما قلت لك يا امير، احنا بنتكلم في 20 موسم بتخسر 3 بطولات، فالناس شايفاها كارثه ومصر كلها بتتكلم والعالم كله بيتكلم عن ده، فما بالك ان يعني اللي انت خسرته في خلال 20 موسم ده الناس بتعتبره انجاز كبير جدا. فاعتقد جمهور النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي اقدر ناس تقدر دوت، ان شاء الله بدايه من الموسم القادم هنشوف شكل واداء مختلف تماما، وكلنا ثقه دوت باذن الله يا امير. ان شاء الله يا توفيق. انا بشكرك شكرا جزيلا. زميلنا العزيز محمد توفيق مراسل قناه الاهلي كان معانا من داخل استاد مختار التتش، بيطمنا بشكل كبير جدا على اخر استعدادات لمباراه سيراميكا.